حريق منزل الفنانة المصرية منى فضالية ونقل الفنانة ووالدتها إلى المستشفى على الفور. منى فضالي الفنانة المصرية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية ووالدتها بعد تعرض منزلها لحريق ضخم نشب في المطبخ، حيث أعلنت عن الخبر عبر حسابها على فيسبوك. منى فضالي نشرت تدوينة عبر فيسبوك كشفت فيها عن تعرض مطبخ منزلها إلى حريق ضخم قضى عليه تماما. كما أكدت الفنانة منى فضالي أنها نجت ووالدتها من الموت المحقق بالرغم من إصابة والدتها بحرق في يدها. منى فضالي كتبت في تدوينتها: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، كنا هنموت، المطبخ ولع باللي فيه، وام ايديها اتحرقت، الحمد لله الحمد لله. وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية مع تدوينتها وتمنوا لها دوام الصحة وحرصوا على الاطمئنان وكذلك على والدتها. كما نشرت الفنانة المصرية منى فضالي فيما بعد عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو وثقت من خلاله الخسائر التي تعرض لها مطبخها وكيف ان الحريق قضى على كل شيء فيه. وفي سياق اخر كانت الفنانة منى فضالي قد أعلنت في الشهر الماضي عن إجراءها لعملية جراحية مفاجئة وطلبت من الجمهور الدعاء لها وطمأنتهم بتأكيدها على أن العملية الجراحية بسيطة، حيث نشرت صورة لها من المستشفى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: عملية خفيفة ادعوا لي. وانهالت التعليقات وقتها على صورة منى فضالي من الجمهور وزملائها الفنانين والذين تساءلوا عن حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة منى فضالي.